لجامعة النفط والمواد الكيميائية سيد سلوان السميري. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا. إضراب مؤجل لأكثر من مرة، الإضراب هذا كان باش يكون مع العودة المدرسية، ونتذكر وقتها قامت الدنيا ولم تقعد على هذا الموضوع. وقتها قلت صيف فما ربما بوادر اتفاق وفما حاجات باش تكون باهية، لكن يبدو أنه ما صار حتى شيء. كان تعطينا التفاصيل شنو اللي تغير وشنو اللي ما صارش اللي خليكم اليوم تعنوا على الإضراب بيومين في قطاع المحروقات؟ كما تفضلت وقلت يعني تأجل لعدة تواريخ، وهو الحقيقة بدأت الرحلة رحلة الاتفاق هذا من فيفري 2013 وقت اللي اجتمعت أطراف وزارة الشؤون الاجتماعية، واتفقنا على جملة من النقاط أهمها موضوع رئيسي هو إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور أعوان قطاع نقل المحروقات. وبالرغم اللي طيبت الغرفة وحاطون في الصناعة والتجارة في عدة مناسبات، إلا نحن في كل مرة كنا نأجله وتبقوا المصلحة الوطنية على تنفيذ الإضراب. وكانت صحيح تقريبا جل الجلسات وقت نجتمعوا زوز أطراف تكون الجلسة إيجابية ونتفقوا على جملة النقاط وجملة التساؤلات اللي تطرحها الغرفة أو أصحاب المؤسسات هذية. وكما تبعت صحيح في الفترة الأخرى في فترة العودة المدرسية قبلها بأسبوع كان ثم جلسة 6 سبتمبر اجتمعنا لأول مرة مع رئيس الغرفة، كان يحضر نائب نتاعه، كانت جلسة في المقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، تقريبا تحدثنا في جملة نقاط الخلاف خلينا لبعضنا يعني يومين للتواصل، تواصل الغرفة مع أصحاب المؤسسات وإحنا مع النقابات باش نزيدوا نتحدثوا في تفاصيل جزئية، لكن مضمون الاتفاق ما نجموش نختلفوا فيه. وذلك علاش اليوم نحن كي كنا ماشيين باش نمضيوا اتفاق، ما فماش حاجة. المفاجأة صارت كونه تغيبت الغرفة والمعطيات لحد اللحظة، وإحنا قبل ما تتصلوا بينا زاد فما اتصالات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحد اللحظة، يعني تقريبا تغير كلي، موقف تغير 180 درجة، تراجع كيف هذا اللي خلانا أمام تمسك الأطراف الكل، خلينا نقول النقابات، بالرغم راهو اللي فما بعض مؤسسات تقول رانا مستعدين، أما موقف الغرفة الوطنية للنقل، نقل المحروقات، نقل المواد القاطرة، موقف غير مفهوم. وهذاك علاش يعني اتفقتوا على كل شيء، كنتوا باش تصحوا اليوم، تتغيب الغرفة فجأة معناتها دون ما تفسر علاش اليوم تغيبت. اليوم أعلنتوا على الإضراب، باش يكون جمعة وسبت إضراب وطني. بالضبط جمعة وسبت إضراب وطني 29. شو معناها إضراب وطني في قطاع المحروقات؟ تنفسروا معناتها مش باش يكون فما معناتها ترونسبور نتاع نقل نتاع محروقات، مش باش يكون فما محروقات في الكيوسك، شنو بالضبط؟ فسر لنا. بالضبط الشركات اللي تنقل المحروقات من المستودعات لشركات التوزيع باش تكون في إضراب، وهذوما شركات موجودين كامل تراب الجمهورية. ينقلوا في المحروقات على كامل تراب الجمهورية، يعني شمالا وسطا وجنوبا، هذوما مش يضربوا، مش يدخلوا في اضراب، شركات معنية باضراب بيومين فوالا، معناتها تونس بلا محروقات ليومين مبدئيا. تنجموا تتراجعوا على الاضراب هذايا اذا كان الغرفة قعدت مجددا الى الطاولة وصحت معناتها؟ بالطبيعة نحن قلت لك لحد اللحظة اللي قبل ما تتصلوا فما متاعي من وزارة الشؤون الاجتماعية باش نلقاو نحن حتى التو نجمو نجلسوا يعني. مازال مفتوح معناتها باب التفاوض. أكيد مازلنا مفتوح باب التفاوض. هو الاتفاق في زيادة في الأجور هكا ولا؟ زيادة في الأجور لأعوان القطاع الخاص، زيادة راهي نجم نقول لك يعني كان تشوفوا الأرقام ومانا تواريخ ما تطبقتش. وقداش كلفتها؟ والشركات يعني كان باش ندخلوا في التفاصيل. راهو يعني بالحق شيء لا يقبل، نحكيو على زياده من سنه 2018 و19
وزيادات الملحق الاخرين 22 23 24 نحكيوا على ارقام رهيبه. كل شركه ونعرف ظروفها، لكن ارقام في ظل يعني تدهور المقدره الشرائيه ما نجموش نحكيوا حتى على تعديل المقدره الشرائيه. وبالرغم من هذا شركات ترفض، وخليني نتفقوا في حاجه صحيح، نحن في حديثنا مع الغرفه خلونا رفعوا بعض شركات تمر بصعوبات، قلنا نلقى نشوفوهم حاله بحاله فيما يتعلق بالمفعول الرجعي للزياده، على خاطر فما مفعول رجعي كما قلت لك من سنه 2018 و2019. والسؤال المطروح، الشركات هذه كي تمر بصعوبات، هما شركه تمر بصعوبات ومازالت تخدم وتدخل في عمال وتقوم وتزدي في خدمات الشركات لتوزيع المحروقات يعني، وهما اقروا الحقيقه. واش قلت لك، رانا في كل مره نجلس معهم الجلسه تكون ايجابيه، يقروا بالتضحيات العمال هذوما واللي قاعدين يقوموا به من مجهودات. رانا نحكيوا، راهو شفت حاجات راهي غريبه، رانا نحكيوا على عندنا خدامه يخدم 30 يوم في الشهر 24 على 24. قول لي كيفاش، كي ثبت وشفت معاني شفت هالحاله، يعني ما يرقد في الكاميون يخدم 24 24 مدة شهر كامل. يعني العبيد هذه مضحية اليوم، يعني باش نصحوا ملحق تعديلي. وشكرت كانت تفكروا في برشا في عدة مناسبات بعض المؤسسات اللي طبقت الاتفاق والملحق ما غير ما يتم امضاء. نذكر بارا ترميها، لكن اليوم امضاء ملحق دخلنا في حاجات. انا اقول لك نقطة استفهام كبيرة، تغيبهم وتغير موقفهم. اللي الجلسة اللي صارت في الاتكا كانت جلسة جد ايجابية، واول مرة خلينا نقول لك نقولوا تقريبا زوز اجيال رئيس الغرفة نتاع الاتكا، يعني تجربته قديم في الميدان، واحنا جامعة تقريبا شابة وقاعدة تحب تطور القطاع، تحافظ على المصالح العمال تطورها ونحافظوا اكيد على ديمومة المؤسسة. كان نقاش كبير، تناقشنا في كل التفاصيل طولا وعرضا، وخرجنا زوز الحقيقة في جو جد ايجابي. من بعد نفاجئ اليوم رسالة لشكون اللي نحن يعني اللي نحن راهو خدمتنا مضحية وجاهزة للإبرام، رسالة لشكون يخرجوا يجاوبوا يحكيوا علاش. نجم زيد نفاجئك اللي عندنا مراسله من عضو من اعضاء الغرفه وهذه الوطنيه لنقل المحروقات لوزاره الشؤون الاجتماعيه، اللي قال فيها راني مستعد نجي نمضي ونطبق. يعني هذا عضو في الغرفه، شكون اللي يسعى ويدفع لعدم الاتفاق وعدم الامضاء؟ هذا الظرف اللي تعيشه البلاد راه مش وقت نقولوا، يعني مشاكل الكل تتحل ديما نقولوا نحن على طاولة حوار. وكما انت سالتني تو وقلت رانا حاضرين تو حتى باش نمشيو نمضيو اتفاق ونجنبوا ان شاء الله تتحل معناتها الامور، وان شاء الله الغرفه ترجع مجددا معناتها الى طاوله المفاوضات والى الامضاء، لانه يعني حسب ما فهمت منك زروان السميري انه يعني فما تقدم كبير جدا وكنتم متفقين على كل شيء لتجنب البلاد اليوم اضراب في المحروقات نحن في غنى عنه الحقيقه. شكرا لفضلك سيد زروان السميري الكاتب العام لجامعه النفط والمواد الكيميائيه، شكرا لك على كل